السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا مشروع نتاع بناء مستشفى أو مركز للطفولة والأمومة بدائرة بوسعادة بولاية مسيلة. وهنا نشوف الصور، المركز يعني يعتبر كبير، وفي الحقيقة المراكز هذه هي تعتبر يعني بمثابة مستشفيات، لأنه هو فيه العمليات القيصرية تاع الولادة القيصرية، إذا فيه بلوك أوبيراتوار، فيه عملية استشفائية، سان جيست يعني لا سيزاريان سان جيست ميديكال. إذا هو فيه، بما أنه فيه بلوك أوبيراتوار يعتبر مستشفى. المهم الآن المركز هذا على حسب ما رانا نشوفوا فيه، الأشغال انتهت به، وتبقى عملية التجهيز نتاع المستشفى هذا اللي طال الأشغال هذه كالعادة. كل المشاريع نتاعنا في الجزائر يعني تعاني من التأخرات المتتالية والمتراكمة، إن شاء الله يكتمل في أقرب الآجال، لأن المنطقة تاع يعني بوسعادة يعني في ولاية المسيلة بصفة عامة والمنطقة بصفة عامة يعني تعاني من هذا النقص في هذه يعني المنشآت. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.